في هذه المرحلة من حياة الجزائر تأسست الكثير من الأحزاب وجعلت همها منصبا لعملها الحزبي الانتخابي، حيث أهملت تربية الجماهير وتوعيتهم بما ينفعهم ويضرهم، ولا تتذكرهم إلا في مواعيد الانتخاب. عندها اتجهت الجماهير الجزائرية للاشتغال بالسياسة وأهملت كل ما يدعو إلى التعليم والتربية، فكثر النزاع والشقاق بين أفراد الشعب، وأصبح الكلام عن الانتخاب هو الشغل الشاغل عند الناس. أدرك الإمام الإبراهيمي هذا الخطر الداهم على الأمة الجزائرية، فكتب في جريدة البصائر بتاريخ 29 أوت 1947 ناصحا هذه الأحزاب ومشددا عليها قائلا: إننا لا نتصور كيف يخدم السياسي أمته بتقطيع أوصالها وشتم رجالها وتسفيه كل رأي إلا رأيه، ولا نتصور أن مما تخدم به الأمة هذه الدروس في أساليب السب التي يلقنها بعض الأحزاب لطائفة من شباب الأمة في معاهد المقاهي والأزقة، إن تضرية الشبان على الشتم والسباب جريمة لا تغتفر. يا قومنا، إننا نخشى أن تفسدوا على الأمة بهذه الدروس جيلا كاملا كنا نجهد أنفسنا في تربيته على طهارة الإسلام وهمم العرب ومجد العروبة والإيمان بحقوق الوطن والعمل على تحقيق استقلاله وحريته، ونبنيه طبقا عن طبق ونعلي أخلاقه خلقا عن خلق. نخشى أن تضيعوا على الأمة هذا الجيل وتفسدوا مواهبه وتلهوه بالمناقشات الحزبية عن الحقائق القومية. استغلت فرنسا اشتغال الجماهير الجزائرية بالسياسة وابتعادها عن كل ما يفيد، فأخرجت لهم بتاريخ 20 سبتمبر 1947 ما عرف بدستور الجزائر، الذي زعمت لهم بأنه يمكنهم من الولوج إلى المجالس المحلية والوطنية، فأصبحت الأحزاب لا هم لها إلا السعي للمشاركة في هذه الانتخابات. عندها أعلنت جمعية العلماء بأنها لا ترضى بهذه الإصلاحات الواردة في هذا الدستور الذي جاء ضد كل ما كان يسعى الجميع لتحقيقه. في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسوية، قالوا له: الشعب الجزائري لا يؤمن بأي مبدأ ولا بأي ما تقترحه فرنسا من حلول. الحلول هو الاعتراف بجنسية الشعب الجزائري ودينه ولغته وسيادته على بلاده. كان الشيخ الإبراهيمي مهتما بكل المناحي في حياة الشعب الجزائري، سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو اقتصادية، لذلك لم ينسى التجار وأصحاب المال الجزائريين من مشاريعه، حيث أسس لهم مشروعاً يواجهون به احتكار اليهود لكل أنواع المكاسب المالية. أسس حاجة يسميها شركة آمال، اللي هو تخليص التجار الجزائريين من الاحتكار اليهودي، تسيير الأموال وصناديق التوفير والاحتياط. هذه فكرة جديدة جداً عند الشيخ البشير الإبراهيمي، وفعلاً أثمرت فكرته وتكونت شركة أمال. قال لهم كلام مليح لجماعة شوية اللي عندهم شوية دراهم في ذاك الوقت، عباس تركي وشيخ يرديل وكذا. قال لهم: فرنسا دخلتنا بتروازام، اللي هو لي ميليتير، لي ميسيونير المنصرون، ولي مارشان اللي هما التجار. إذن فواحد لي ميسيونير المنصرين هنا جمعية العلماء راهي تواجه فيهم، وانتما بداو تواجهوا الاقتصاد، وسيأتي من يواجه الأمن الأخرى من أبنائنا اللي هو الميليتير. شوف النظرة تاع الشيخ البشير، وتكونت مؤسسة شركة آمال لتحرر التجار الجزائريين البسطاء من احتكار اليهود وأمثالهم. مع كل الهموم التي حملها الإبراهيمي بشأن أمته، فإنه لم ينس هموم المسلمين في العالم، خاصة دولة فلسطين التي بدأت تخطيط لجعلها وطنا لليهود، فقد كان يتابع أحوالها حتى قبل النكبة،
قال في البصائر العدد الخامس بتاريخ 5 سبتمبر 1947: يا فلسطين، إن في قلب كل مسلم جزائري من قضيتك جروحا دامية، وفي جفن كل مسلم جزائري من محنتك عبرات هامية، وعلى لسان كل مسلم جزائري في حقك كلمة مترددة هي: فلسطين قطعة من وطن الإسلامي الكبير قبل أن تكون قطعة من وطن العربي الصغير. وقال مخاطبا العرب كما في الآثار: أيها العرب، إن قضية فلسطين محنة امتحن الله بها ضمائركم وهممكم وأموالكم ووحدتكم، وليست فلسطين لعرب فلسطين وحدهم، وإنما هي للعرب كلهم، وليست تنال بالشعريات والخطابيات، وإنما تنال بالتصميم والحزم والاتحاد والقوة. كثير ما يجمع المصلحين ويجمعوا أموالا، يبعثون في سنة 1948 جمعوا مبلغ كبير من المال وبعثوا به إلى فلسطين. والشيخ البشير الإبراهيمي طبعا يعني لم يجد ما يتبرع به سوى مكتبته الكبيرة، تبرع بها للقضية الفلسطينية. الشيخ حمزة بكوشة أعطانا شهادة باللي الشيخ البشير اقترض مبلغ من المال، وجاء هو دخل الجيبو، جاء واحد قال له الشيخ أنا رايح نجاهد لفلسطين في 48، أعطى له الدراهم هذوك. استمر الشيخ الإبراهيمي وهو على رأس الجمعية بالتعليم والتهذيب وإنشاء المدارس والمعاهد، وفكر في مكان يلتحق إليه طلبة التعليم الثانوي عبر الوطن، ولم يهدأ له بال حتى تم افتتاح معهد في ولاية قسنطينة أطلق عليه اسم صديق دربه الإمام بن باديس. أسس معهد بن باديس الذي بعض الناس يظنوه باللي مدام اسم بن باديس، بن باديس هو اللي داره. بن باديس دار أشياء كثيرة، ولكن دي التاريخ معهد بن باديس من إنجاز الشيخ البشير الإبراهيمي في عهده، في عهد رئاسته لجمعية العلماء. ففي هذه المرحلة المهمة بنى معهد ابن باديس وسماه باسم عبد الحميد. تخليد لابن باديس أولا، وإشعاع للعلم الصحيح الذي هو العلم الذي ينبغي أن يسود. بتاريخ الفاتح ديسمبر 1947 تم افتتاح معهد الإمام عبد الحميد بن باديس بقسنطينة في غير أبهة ولا ضوضاء، بل في حفلات بسيطة اقتصرت على شيوخ المعهد وتلاميذه الوافدين من سائر أنحاء القطر. وحضر الافتتاح من المشايخ الرئيس الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وقد أصابته علة المرض طرحته الفراش، والشيخ العربي تبسي مدير المعهد، والشيخ محمد خير الدين الأمين العام للجمعية. هذا المعهد ألحقه بجامعة عريقة اللي هي جامع الزيتونة، باش عندما يتخرجوا وعندما يذهب الطلبة حاملوا الشهادة من معهد بن باديس يعرفوا في المشرق الجامعات باللي هذا تابع لجامع الزيتونة يقبل. لما عرض على الشيخ محمد طاهر بن عاشور أن يكون هذا المعهد تابعا له قبل وأشرف عليه، ولذلك كانت لجنة من الزيتونة تأتي إلى معهد بن باديس لشهادة الأهلية، فكانت لجنة تونسية تشرف على هذا الامتحان ليكون مقبولا في أن ينخرط هؤلاء الطلبة المتخرجون من معهد بن باديس أن يقبلوا وأن ينخرطوا في جامع الزيتونة لإتمام دراستهم. هذا المعهد أنا أقول دائما أيقظنا من سباتنا. ما معنى أيقظنا من سباتنا؟ أيقظنا من غفلتنا، لأننا جئنا كلنا من أقاليم مختلفة، من البوادي، من الجبال، من كل ناحية جئنا إلى هذا المعهد، فوجدنا أنفسنا نمثل وطنا واحدا، نمثل فكرة واحدة، نمثل قناعة واحدة، نمثل التفاف أخوي. والله عندما تجي العطلة ونغيبوا نعود نبكوا كنا نفارقوا بعضنا. لماذا؟ لأن تكونت أخوة على الدين، على الإسلام، على الوطنية.
قال الشيخ الإبراهيمي وهو يتحدث عن هذا المعهد كما في الآثار: المعهد الباديسي هو مفخرة الأمة الجزائرية، وهو غرة أعمال جمعية العلماء، وأعظمها خطراً وأعلاها قدراً وأكثرها نفعاً، فهو يأوي 700 تلميذ من أبناء الأمة ويهيئهم لأن يصبحوا قادة لحركاتها ومسيرين لنهضاتها في جميع الميادين الحيوية، ومنه تخرج البعثات العلمية والصناعية، ومن صفوفه يتخرج الوعاظ المرشدون والخطباء والكتاب والمعلمون. واصل الشيخ الإبراهيمي عمله القائم أساساً على إنشاء المدارس وتنظيمها، حيث وسع نشاطها ووضع قوانيناً وإرشاداً للمعلمين ليسيروا عليها، كما أحدث شهادات للتعليم الابتدائي. كون ما يسمى بلجنة التعليم العليا لتشرف على التعليم وعلى المستويات نتاع المعلمين، الامتحانات، إلى دار الشهادة الابتدائية. في تلك الأثناء كان الكلام الداعي للمشاركة في الانتخابات هو المسيطر، وأصبح الشعب سواء في المقاهي أو الأزقة لا تسمع له كلمة إلا على الانتخاب، وبدأت الصراعات تظهر للعلن. فقال الشيخ الإبراهيمي في البصائر بتاريخ 25 أكتوبر 1948، ناصحا الشباب ومحذرا لهم من الدخول في الصراعات الحزبية: العلم أيها الشباب، لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ في مزاب، ولا داعية انتخاب في المجامع صخاب، ولا يلفتنكم عنه معلل بسراب، ولا حاو بجراب، ولا عاو في خراب يأتم بغراب، لا يفتننكم عنه منزو في خنقة، ولا ملتو في زنقة، ولا جالس في صباط على بساط يحاكي فيكم سنة الله في الأصباط، فكل واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب وساحر كذاب. إنكم إن أطعتم هؤلاء الغوات وانصعتم إلى هؤلاء العوات خسرتم أنفسكم وخسركم وطنكم، وستندمون يوم يجني الزارعون ما حصدوا ولا تساعة ندم. وركز في حياته على التعليم، لأن التربية هي التي تصوغ الإنسان صياغة جديدة، تكون ذهنيته، تكون شخصيته، تكون عقليته، تكون وجدانه القلبي وهواه. ولهذا فإنه كان يريد أن يكون رجالا وإن كانوا قليل العلم ولكنهم كثيروا الهمة. لذلك لم ينسى معلمي ومدرسي الجمعية الذين يتولون تخريج الأجيال من نصائحه المفيدة بشأن اجتناب الأحزاب السياسية والابتعاد عنها، حيث خاطبهم في البصائر بتاريخ 7 نوفمبر 1949 تحت عنوان إلى أبنائنا المعلمين، فقال كما في الآثار: أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزبيات التي نجم بالشر ناجمها، وهجم ليفتك بالخير والعلم هاجمها، وسجم على الوطن بالملح الأجاج ساجمها، إن هذه الأحزاب كالميزاب، جمع الماء كدرا وفرقه هدرا، فلا الزلال جمع ولا الأرض نفع. وتصدى الشيخ البشير الإبراهيمي للرد على حكومة الاستعمار التي دائما ما يصرح قادتها بأن الجزائر فرنسية وستبقى كذلك، فرد عليهم الشيخ الإبراهيمي بكلام قاطع على أن الجزائر خلقت عربية مسلمة وستبقى عربية مسلمة. فقال في البصائر في العدد مارس 1950: وهل الجزائر فرنسية؟ لا يا قوم لا، إن الله خلقها عربية مسلمة وستبقى عربية مسلمة إلى ما شاء الله، وإن الوراثة وسمتها بسمات خالدة وصفات ثابتة لا تفارقها حتى يفارق الشمس إشراقها، ملكها الرومان قرونا فلم تنقلب رومانية، وبادوا ولم تبد، وبقيت ولم تبق منهم إلا مآثر الظلم ومعالم الطغيان، وملكها الأتراك وهم أبناء ملتها وربائب دينها فلم تنقلب تركية. إن الجزائر ليست فرنسية،
ولا تكون فرنسية ولن تكون فرنسية، كلمات قالها أولنا ويقولها آخرنا، ومات عليها سلفنا وسيلقى الله عليها خلفنا. يمتاز في نظري أنا ابن الشيخ محمد بشير البراهيمي بأمور كثيرة، ولكن أشير إلى بعضها. يمتاز بالشجاعة والجرأة في مقارعة الاستعمار، ويمتاز بالبيان، لا يشق له غبار في رسائله وكتبه التي بلغت القمة في البيان في اللغة العربية والبلاغة والفصاحة. وفي نفس الشهر بتاريخ 27 مارس نشر الشيخ الإبراهيمي مقالا في البصائر تحدث فيه عن ليبيا وما يراد بها، وانتهز الفرصة ليرسل إشارات لقراء البصائر عن معنى الاستقلال الحقيقي وأنه يؤخذ ولا يعطى، فقال كما في الآثار: شاعت بيننا معشر المستضعفين كلمة خاطئة ألجأنا إليها الضعف وأملها علينا العجز، هذه الكلمة الخاطئة هي طلب الاستقلال، ومعناها في الواقع طلب الحق من غاصبه أو طلب الملك من سالبه. أما الكلمة المصيبة لهدف الحق فهي العمل للاستقلال، إن العامل للشيء سائر إليه بذرائعه الطبيعية خطوة خطوة، فهو واصل لا محالة، وهو آخذ له حين يأخذه بالاستحقاق الطبيعي. أما طالب الشيء في مفهومه العرفي فهو كطالب الصدقة، إما أن يعطى وإما أن يحرم، فإن أعطي فبفضل وإن حرم فبعدل. وعجيب أن تعيش هذه الكلمة الجوفاء بيننا مع كلمة عبقرية تضارها وتناقضها، وهي أن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. هذا الشيخ الإمام الإبراهيمي، هذا نجم الخطابة ونجم البلاغة، الذي يتحدث عن استشراف قضايا المغرب العربي وقضايا العلم الإسلامي، والذي كان يتحدث قبل ظهور الأمريكية عن أطماع الأمريكان في طهران وفي الظهران وفي وهران، يقول: إياكم، تذكروا جيدا هذا الصاعد الجديد الذي رجله في طهران وعينه أو يده في الظهران وعينه على وهران. هذا الإمام الإبراهيمي كان يستشرف مستقبل الهيمنة الأمريكية على العالم. وكما كان شديدا على المستعمر في مقالاته وناصحا للشباب في كلماته ومرشدا للمعلمين والمدرسين في كتاباته، لم ينس الشعب الجزائري في توجيهاته وتحذيراته، حيث خاطبه بكلام حرك فيه داخله وفجر فيه طاقته. قال في جريدة البصائر بتاريخ 12 مارس 1951 كما في الآثار: لك الله أيها الشعب المعذب، لقد هنت عليهم حين هنت على نفسك، إنهم ما ضربوك إلا بعد أن جربوك، وما جرفوك إلا بعد أن عرفوك، وما جنوا عليك واتهموك إلا بعد أن قرأوك وفهموك، فلا تلمهم ونفسك فلم، وغير ما بنفسك وهلم. أعنتهم في إفساد دينك وأخلاقك فارتفعوا وانحدرت، وأعنتهم على إفساد دنياك فاستغنوا وافتقرت، واجتمعوا وافترقت، وانتظموا وانتفرت، وجروك بمغرياتهم ومغوياتهم فانجررت. إن القوم لا يدينون إلا بالقوة، فاطلبها بأسبابها وأتها من أبوابها، وأقوى أسبابها العلم، وأوسع أبوابها العمل، فخذهما بقوة تعش حميدا وتمت شهيدا. نلاحظ أن الشيخ البشير الإبراهيمي له قدرة متميزة على صياغة الفكر وعلى التحرير، فهو عندما يصوغ المعاني والأفكار يصوغها بإتقان وإجادة وعبقرية، وعندما يحررها في أسلوب من الصعب العسير أن يقلد فيه. استمر الشيخ الإبراهيمي وعلماء الجمعية في نشر الوعي والتعليم وبناء المدارس والكتاتيب
فانتشرت أعمالها في كامل البلاد، وظهرت ثمرة غراسها بين العباد، وتلقاها الشعب الجزائري بالقبول الحسن، فكثر أعضاؤها وتضاعفت أعداد أتباعها، حتى احتاجت إلى إعادة تنظيم نفسها، فعقدت مؤتمراً لمكتبها العام سنة 1951. في سنة 51 عقد مؤتمر هام لجمعية العلماء في سينما دنيا زاد، وهنا باش تشوف جمعية العلماء كبرت، ولات رئيس الجمعية عنده 2 نواب اللي هو الشيخ العربي التبسي والشيخ محمد خير الدين، أمين العام جمعية العلماء له 3 نواب، فتحت شعبة فرنسا واللي كان أحد أعضائها العقيد عميروش الله يرحمه كان رئيس شعبة الكنزيام أرونديسمان في باريس وشعبة القاهرة. في نهاية سنة 1951 تم في فرنسا عقد الدورة 6 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فانتقل الشيخ الإبراهيمي للقاء وفود الدول العربية والإسلامية التي ستشارك في تلك الدورة، ليطلب منها عرض القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتنقل مع الشيخ الإمام محمد خير الدين نائب رئيس جمعية العلماء، والشيخ العباس بن الحسين عضو المكتب الإداري للجمعية. الشيخ جات فكرة في دماغه وهو بدء التدوين للقضية الجزائرية، فاغتنم فرصة مؤتمر الأمم المتحدة، دورة الأمم المتحدة العادية في باريس في قصر شايو، فذهب في وفدين هو والشيخ العباس، الشيخ خير الدين، فرحات عباس، فرانسيس، وذهبوا لعرض القضية على الوفود العربية الإسلامية، أطرحوا القضية الجزائرية وأقام لهم مأدوبة. وفي شهر جانفي من سنة 1952 قام الشيخ الإبراهيمي بزيارة لوزير خارجية العراق الدكتور محمد فاضل الجمالي بصفته ممثل دولة العراق ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في تلك السنة، وطلب منه إثارة قضية الجزائر في الأمم المتحدة. قال الدكتور محمد فاضل الجمالي في مقاله: الإبراهيمي كما عرفته نشرته مجلة الثقافة الجزائرية. زارني في محل إقامة وفد جزائري هام يرأسه الشيخ البشير الإبراهيمي، وقد بهرني الشيخ من لقائنا الأول بما يتحلى به من مهابة وما ينطق به من حديث شيق وحجج دامغة. اقترح على الوفد عرض قضية الجزائر على الجمعية العامة في دورتها الحالية. وبتاريخ الثلاثاء 29 جانفي تقدم الشيخ البشير الإبراهيمي إلى المنصة لمخاطبة الوفود العربية والإسلامية بشأن القضية الجزائرية. الشيخ البشير ألقى خطابا في قلب باريس ملخصه يقول بالحرف: إن بعد اللسان لخطيبا هو السنان، وإننا لرجال وأبناء رجال وأحفاد رجال، وفينا قطرات من تلك الدماء سيجليها الله إلى حين. قال الشيخ الإبراهيمي مخاطبا الوفود: أحق أن باريس وهي منبع شقائنا، وهي الصفحة العابسة في وجوهنا، تنزل لحظة عن عادتها فتتيح لنا أن نجتمع بين حناياها هذا الاجتماع الرائع، فلولا حقوق للأوطان في أعناقنا ولولا عهود يجب أن نرعاها لديارنا لكنا نغفر لباريس جميع ما جرته علينا من جرائر، ونمحو لها بهذه الحسنة جميع السيئات، ولكن تأبى علينا ذلك دماء في تونس تسيل، وشعب في المغارب الثلاث يعذب، وشباب تفتح له السجون والمعتقلات وتغلق في وجهه المدارس والمعابد، ودين في الجزائر ممتهن الكرامة، فهيهات أن نصفح عن باريس أو نصافحها بعد أن جنينا المر من ثمراتها، وهيهات أن يسميها دار العلم من لم ير منها إلا الظلم، وهيهات أن يدعوها عاصمة النور من لم تغشه منها إلا الظلمات، وهيهات أن يلقبها دار المساواة من لم تعامله إلا بالإجحاف.
وإن بعد اللسان لخطيب صامتا هو سنان، وإننا لرجال، وإننا لأبناء رجال، وإننا لأحفاد رجال، وإن أجدادنا دوخوا العالم ولكن بالعدل، وسادوه ولكن بالإحسان، وإن فينا لقطرات من دماء أولئك الجدود، وإن فينا لبقايا مدخرة سيجليها الله إلى حين. ثم بشر تلك الوفود الحاضرة بقوله، كما نقل ذلك الدكتور فاضل الجمالي في مقاله الإبراهيمي كما عرفته، إن الجزائر ستقوم قريبا بما يدهشكم من تضحيات وبطولات في سبيل نيل استقلالها وإبراز شخصياتها العربية الإسلامية. هذا الكلام تقال في أواخر 51 في باريس على مسمع من فرنسا. الخطاب الذي ألقاه أمام هيئة الوفود العربية في الأمم المتحدة، أولا صلى صلاة الغائب على شهداء قناة السويس بهؤلاء، وألقى خطاب من أبلغ الخطب، اليوم نخاطبه باللسان وغدا نخاطبه بالسنان. هذا يدل على ماذا؟ هذا في 51، يعني ما زال 3 سنين على إعلان الثورة الجزائرية. الناس اللي تهضر بجهل والعياذ بالله، مثلا هذا الخطاب هذا يكفي الإبراهيمي، لو لم يقل إلا هذا الخطاب وخطاب الجملة اللي قالها في سنة 36، إن الحقوق التي أخذت اغتصابا لا تسترجع إلا غلابا، لكفاه يقول هذه الزوج جملات ويرقد. ولكن وين راهي المخاخ؟ وما علي إفهام البشر كما قال الشيخ البشير نفسه. وهذا يعني ما ينبغي أن يستوقفنا في المخاطبة، موقف جمعية العلماء من الإعداد والاستعداد لجهاد نوفمبر 1954، لأن هذا كذلك يمثل حلقات مضيئة في سبيل الإعداد وحشد الوعي. وانتهز الشيخ الإبراهيمي فرصة حضور الوفود العربية والإسلامية بباريس ليدعوهم لمأدبة عشاء أقامها على شرفهم. وقد كان من أبرز الشخصيات التي حضرت تلك المأدبة عبد الرحمن عزام أمين عام جامعة الدول العربية، وفارس الخوري رئيس الوفد السوري ونائبه أحمد الشقيري، وفاضل الجمالي رئيس الوفد العراقي، وظفر الله خان رئيس الوفد الباكستاني، كما حضر محي الدين القليبي ممثلا لمكتب المغرب العربي، وحضر من الجزائر إضافة إلى وفد الجمعية كل من فرحات عباس وأحمد بومنجل من حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وأحمد مزغنة وحسين الأحول من حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. وهنا عقد الشيخ البشير الخيوط مع الدول، وزير خارجية مصر، وزير خارجية باكستان، وزير خارجية العراق، ممثل سوريا فارس الخوري، يعني ما شاء الله. وهنا بدأ التفكير أيضا في إرسال البعثات، وبدأت البعثات تترى نحو المشرق، واختار رؤساء شرفيين لجمعية العلماء من الأقطار العربية باش يخدموا دعاية يفتحوا المجال لجمعية العلماء. أدرك ممثلو الوفود العربية والإسلامية المنزلة الكبيرة للشيخ الإبراهيمي، وعلموا مدى قوته في الإقناع والثبات والتضحية، وصادف في تلك الأيام قدوم السلطان المغربي محمد الخامس إلى باريس للقاء المسؤولين الفرنسيين. فتقدم أحد ممثلي الحركة الوطنية المغربية إلى الشيخ الإبراهيمي وطلب منه لقاء السلطان ونصيحته بالصبر والثبات. يحكي إبراهيم الكتاني، يقول أنا جئت من طرف الحركة الوطنية المغربية، وقال الشيخ البشير الإبراهيمي محمد الخامس سيتوجه إلى فرنسا، طلب منه أن يذهب إلى فرنسا، وحتى لا تضغط عليه فرنسا لازم تروح وأربط، يعني دير له الكرة شوية ورغبه ورهبه، رغبه في الموقف تاع الشرف ورهبه من موقف الذلة، وسترون في هذا الملك محمد الخامس هابط للعالم البشير الإبراهيمي. هذه هي القماش نتاعنا تاع جمعية العلماء ورموزها.
وقبل عودة الشيخ الإبراهيمي إلى الجزائر تكلم مع ممثلي الوفود العربية والإسلامية عن الحالة البائسة التي يعيشها الشعب الجزائري وعن احتياجاته الضرورية، فأخذ الإبراهيمي العهود من ممثلي الوفود بأنهم سيقفون مع الشعب الجزائري في كل الصعاب. ولما تفرق المجتمعون عاد الشيخ الإبراهيمي إلى الجزائر فنظم أحواله وأحوال الجمعية، وقرر أن يقوم بنفسه بربط الاتصالات مع الحكومات العربية لأجل قبول بعثات طلابية جزائرية في معاهدها وجامعاتها، وطلب الإعانة المادية والمعنوية للجمعية حتى تستطيع مواصلة أعمالها وجهادها والتعريف بالقضية الجزائرية في الأوساط السياسية في الدول التي سيزورها وكذلك لدى جامعة الدول العربية. في 1952 سيلتحق الإمام الرباني وشجع الكهان بالمشرق، وأقام هنالك يمثل الجمعية لبعثة الطلاب ولجمع المساعدات ليحضر المؤتمرات وليبدأ اتصالات بالرؤساء وبالملوك وباللجنة السياسية لجامعة الدول العربية. خرج الشيخ الإبراهيمي من الجزائر يوم الجمعة 7 مارس 1952، وتم توديعه في المطار من طرف ثلة من رجالات الجمعية، منهم الشيخ العربي تبسي والشيخ محمد خير الدين والشيخ أحمد توفيق المدني والشيخ عبد اللطيف سلطاني وغيرهم. وكانت باريس أول محطة توقف فيها، حيث كان في استقباله في المطار المحاميان عياش بن عليجة وأحمد بومنجل، بقي فيها يومين، ومن باريس توجه إلى روما رفقة المحامي أحمد بومنجل على متن القطار، ومنها توجه إلى مصر في ليلة الاثنين 9 مارس ليصلها بعد 4 ساعات في السماء، ولم يجد أحدا من أعضاء الجمعية في انتظاره بالمطار في مصر بسبب الأحكام العرفية القاضية بمنع التجول بعد 10 ليلا. لم تدم إقامته بالقاهرة إلا أياما حتى سافر بتاريخ 20 مارس إلى باكستان. نزلت بهم الطائرة في العراق للاستراحة، فانتهز الفرصة وزار بغداد والبصرة، وبعد العصر عاود ركوب الطائرة ليصل إلى كراتشي بعد منتصف الليل. ومباشرة مع وصوله توالت عليه الزيارات من مسؤولي وممثلي دول، وهناك التقى بالشيخ الفضيل الورتلاني الذي كان في جولة لدول أوروبية ومشرقية بغرض التعريف بالقضية الجزائرية. بدأ الشيخ الإبراهيمي نشاطه حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات، وفي بداية الأسبوع الثاني من وصوله عقد ندوة صحفية في كراتشي شرح فيها الوضع السياسي في شمال إفريقيا عموما وفي الجزائر على الخصوص، وتطرق بالتفصيل إلى قضية الإسلام وأوقافه ومساجده وأحكامه في الجزائر. وبتاريخ 31 مارس قابل الشيخ الإبراهيمي الرئيس الباكستاني السيد غلام محمد في مقر رئاسته، كما قابل رئيس الوزراء خواجة ناظم الدين، وكان حديثهم عن باكستان والإسلام والمسلمين والجزائر وجمعية العلماء. كما زار وزير الخارجية ظفر الله خان ووزارات أخرى. وقبل أن يغادر الشيخ الإبراهيمي دولة باكستان أذاع بياناً من الإذاعة الباكستانية شكر فيه باكستان حكومة وشعباً، ومما جاء في كلمته كما في البصائر والآثار: وأنا بحكم هذه السفارة أحمل تحيات أهله في المغرب الإسلامي إلى إخوانهم في المشرق الإسلامي، وما أجمل كلمة أخوة الإسلام، إن المسلمين إخوة بحكم الله، ولكنهم اتبعوا خطوات الشيطان، فكان جزاؤهم أنه كلما تقاربت بهم الديار باعد بينها الاستعمار. أنا في رحلة استطلاعية إلى الأقطار الإسلامية وقد مررت بمصر، وأنا على نية العودة إليها إن شاء الله، والغرض الأول والأهم من هذه الرحلة هو دراسة أحوال المسلمين في مواطنهم والتعرف إلى قادة الرأي فيهم بالعلم والحكم والامتزاج بمجتمعاتهم
حتى أتبين الحقائق امتزاجا وعيانا. والغرض الثاني من هذه الرحلة هو التعاون مع أولئك القادة في تشخيص أمراض المسلمين المشتركة والبحث عن وسائل علاجها. وفي هذه السفرية أجرى الشيخ الإبراهيمي حواراً مع صحيفة باكستانية، وكان سؤالها عن الاستعمار وموقف الشعب الجزائري منه، فأجاب بقوله كما في الآثار: الاستعمار الفرنسي في الجزائر وفي شمال إفريقيا عامة هو أفظع أنواع الاستعمار التي عرفها البشر في مراحل التاريخ، لأنه ظلم صريح الأثر، وحشي الأسلوب، حيواني النزعة، متوقح الوجه، ولأنه لا يتصل بالنفوس بحبل أو بخيط من الإحسان إليها، ينتهك حرمات الله وحرمات الإنسان على السواء، وهو يحمل للإسلام والعربية حقدا دفينا يسطره بأقواله. لذلك لم يبقى في الجزائر كبير ولا صغير إلا وهو واقف من هذا الاستعمار موقف العداوة، متربص به ضوائر السوء، عامل بما استطاع ولو بالنية على قطع دابره. فالموقف في الجزائر بين الأمة الجزائرية والاستعمار هو موقف مكهرب بلغ النهاية في الحدة والشدة، فالحكومة تمعن في الظلم وتتصامم عن سماع كلمة الشكوى والحق وتتظاهر بالقوة، والأمة تقابل كل ذلك بالسخرية والتصميم على نيل حقها الذي آمنت به، وبأن هذا هو وقته وأنها تستحقه، وبأنها إن لم تنله اليوم سلما تناله غدا غلابا، وهي تترقب الأيام وتتحين الفرص، والحكومة تعلم هذا وتعلم أن سلطان الاستعمار تزعزع وأن أيامه معدودة. واصل الشيخ الإبراهيمي نشاطه وعمله في باكستان، وفي بداية شهر جوان أصدرت جمعية العلماء جريدة باللغة الفرنسية بعنوان الشاب المسلم، وكانت فكرة إنشائها تعود لنجل الشيخ الإبراهيمي أحمد طالب، الذي أراد أن تساهم الجريدة في المعركة السياسية والثقافية بفرنسا، تكون موجهة للشبان الذين تكونوا بالمدرسة الفرنسية والذين ابتعدوا عن أصولهم وتراثهم، وقد صدر أول عدد منها بتاريخ الجمعة 6 جوان 1952. وأعلنت بأنها جريدة نصف شهرية، وكان من أبرز كتابها أحمد توفيق المدني وأحمد طالب ومالك بن نبي وغيرهم. جمعية العلماء لا تضيق باللسان بأي لسان، لأنه آية من آيات الله، فعندما تتوفر شروط فإذا دار الشاب المسلم حتى ينقذ الجزائريين اللي كانوا منهم، كان رضا مالك، محمد شريف ساحلي، علي مراد، عمار وزقان، كل هؤلاء كانوا يكتبون في لو جون ميزيلما اللي كان يشرف عليها أخونا الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. وبعد العمل الكبير الذي قام به الشيخ في باكستان مدة 3 أشهر، شد الرحال إلى العراق عن طريق الجو، وذهب إلى باكستان، وسافر أيضا إلى العراق. وصل الشيخ الإبراهيمي إلى مدينة البصرة في شهر رمضان 10 جوان 1952، وكان في استقباله بالمطار الشيخ محمد محمود الصواف، ومعه الكثير من الشخصيات السياسية والعسكرية. ثم بعد 3 أيام تنقل إلى بغداد، ووجد جمهورا غفيرا من مختلف أطياف المجتمع، تتقدمهم السلطات الرسمية متمثلة في وزير الخارجية العراقي الدكتور فاضل الجمالي، وبعض السياسيين العرب المقيمين في بغداد. ومن أهم الأعمال التي قام بها الشيخ الإبراهيمي أثناء تواجده ببغداد هو تباحثه مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نور السعيد عن كل ما يخص الجزائر، كما أقام محادثات مع وزير التربية الوطنية خليل كنة، ودارت المباحثات حول بعثة الطلبة الجزائريين التي ترغب جمعية العلماء بإرسالها إلى العراق لتتكفل بها، وقد تكللت هذه المباحثات بموافقة الحكومة العراقية على استقبال الطلبة والتكفل بهم. في هذه الفترة أيضا الإبراهيمي ستظهر مكانته من خلال الأعمال
التي قام بها من أجل تنظيم شؤون طلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فقد كان يتصل بالدول العربية آنذاك القريبة من الاستقلال من أجل مساعدة هؤلاء الطلبة. أقام الشيخ الإبراهيمي هناك عدة ندوات ومحاضرات، كما قام بتسجيل العديد من الأحاديث الإذاعية التي أذيعت وقتها، ومما قال في أحدها مخاطباً الشعب العراقي: أحييكم عن جمعية العلماء الجزائريين التي أتت بما يشبه معجزة موسى في إنقاذ أمة، وبما يشبه معجزة عيسى في إحياء ميت، وكانت هي في نفسها من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم في خدمة دينه وإحياء لسانه. وأحييكم باسم الشمال الإفريقي الجبار على الأعداء وعلى العوادي، الثائر على الهوان والظلم منذ برأه الله، مقبرة الطغاة وجحيم البغاة، لا مقصرا إن شاء الله في جزائه، ولا مفرقا لأجزائه، ولا معترفا بالحدود التي خطتها يد الظلم والعدوان. تعريف بالقضية الجزائرية في بغداد أو في الرياض أو في مكة أو في المدينة، إبراهيمي في القاهرة، إبراهيمي في العالم الإسلامي كان يخاطبهم عن مأساة الأندلس الثانية اللي هي الجزائر. وبعد طوافه على مدن العراق الكبيرة انتقل إلى الموصل وأربيل وبعض المدن الشيعية الكبرى ككربلاء والنجف والكوفة، ثم عاد إلى بغداد لينتقل منها بتاريخ 11 أوت إلى مدينة الرياض بالعربية السعودية، وبقي فيها إلى شهر أكتوبر، ثم عاد أدراجه إلى القاهرة. استقر الشيخ الإبراهيمي في القاهرة وجعلها مكان عمله ونشاطه، والذي ابتدأه باستقبال البعثات الطلابية. بصمة الإبراهيمي 52 إلى غاية قيام الثورة كانت واضحة كل الوضوح في تنظيمه للهجرات المتتالية لطلاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الشرق ومن الغرب إلى القاهرة، فيسجلون في جامعة فؤاد الأول ويسجلون في الأزهر الشريف. كانت له صلة بشبان المسلمين وبالإخوان المسلمين وبالسلطات المصرية في ذلك الوقت، لأن مصر كانت جذابة. وسيجد أمامه كما هو معروف زعامات سياسية وزعامات فكرية، ليس فقط من الجزائر بل بلدان المغارب وحتى المشارق. إذا تحدثت عن الإبراهيمي في القاهرة ستتحدث عن الشخصيات الفاعلة في تاريخ مصر في هذه الفترة: العلان الفاسي، محمد بن عبد الكريم الخطابي، إضافة إلى شخصيات كبيرة جدا في هذه الفترة. تضاف إلى هؤلاء الرجال الكبار أن الإمام الإبراهيمي سيلتقي برفيق دربه وواحد من مخلص تلاميذ الإمام عبد الحميد المديس، هو الشيخ الفضيل الورتيلاني. كان الشيخ الإبراهيمي في مكتب الجمعية بالقاهرة لا يبرح مكانا إلا وألقى فيه محاضرة أو ندوة، ولا يجد صحيفة إلا وخط فيها مقالا وتذكرة. وما إن وصلت سنة 1953 حتى أحس بالاشتياق إلى وطنه الذي فارقه مرغما عنه، وقد كتب مقالا معبرا به عن ذلك بعنوان: تحية غائب كالآيب، نشرته جريدة البصائر بتاريخ 15 ماي، وهو في الآثار. ومما جاء فيه: أد التحية عني للجزائر التي غدت وربت، ثم عمم التحية إلى كل من تدير الجزائر من إخوان الصدق وأحلاف الحق، من علماء جلاهم الإسلام سيوفا وبراهم سهاما وقومهم رماحا، ومن شبان ربيناهم للجزائر أشبالا ووطرناهم لعدوهم قسيا ونبالا، وصورنا منهم نماذج للجيل الزاحف بالمصاحف، وعلمناهم كيف يحيون الجزائر وكيف يحيون فيها. فهو الذي أرسل تحاياه من مصر إلى الجزائر وقد اشتاق إليها: يا صبا بلغ سلامي إلى الجيل الزاحف بالمصاحف، ويمينا لن يصرفنا عن حب أوطاننا صارف. وهو الذي من شدة شوقه إلى وطنه أرسلها زفرات يقول فيها: يا جزائر إذا كانت الأقدار قد خطت ألا أحوز فيك شبرا، فهل خطت الأقدار أن أحوز فيك قبرا؟ مع بداية شهر ديسمبر 1953 تم تأسيس المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس، وكان الشيخ البشير الإبراهيمي
من ضمن أعضائه المؤسسين. فقد وجه الشيخ أمجد الزهاوي العراقي رئيس جمعية إنقاذ فلسطين، والشيخ محمد محمود الصواف العراقي رئيس مكتب الإسراء والمعراج الدعوة إلى علماء ومفكرين وأولي الرأي في مختلف أقطار العالم الإسلامي لعقد مؤتمر عالمي في القدس الشريف شارك فيه ما يزيد عن 100 شخصية إسلامية من 23 قطراً عربياً وإسلامياً وأجنبياً، وكل ذلك للعمل على حماية فلسطين والبيت المقدس من اعتداءات اليهود، وللفت نظر العالم إلى اهتمام المسلمين جميعاً بالمسجد الأقصى المبارك. انعقد المؤتمر وأشرف على افتتاحه الملك الأردني الشاب الحسين بن طلال الهاشمي، وقد انبثق عنه إعلان تأسيس المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس، وهي هيئة إسلامية عالمية مستقلة تمثل الهيئات والجمعيات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الهيئات الحاضرة ممثلة بالشيخ البشير الإبراهيمي ومعه الشيخ الفضيل الورتلاني. وقد تم استقبال الشيخين من طرف ملك الأردن الشاب الحسين بن طلال كما هو ظاهر في هذه الصورة. بعد انتهاء أشغال المؤتمر الإسلامي غادر الشيخ الإبراهيمي القدس متوجها إلى دمشق في سيارة بصحبة الشيخ علي الطنطاوي الذي ذكر في مذكراته تعجبه من حافظة الشيخ الإبراهيمي. كانت له رحلة راقية جدا وددت أن أتحدث عنها، هي رحلته إلى المشاركة في مؤتمر له صلة بفلسطين مع علي الطنطاوي. علي الطنطاوي الدمشقي السوري في كتابه ذكريات جزائرية الجزء الخامس يقول بأنه انتقل مع البشير الإبراهيمي فما حدثه عن شيء إلا وروى له كل النصوص المتعلقة به. فأثناء الرجوع قال علي الطنطاوي للإمام البشير الإبراهيمي: يا شيخ، لقيت علماء كثير ممن يحفظون، ولكن مثل حافظتك لم أرى قط. الشيخ البشير الإبراهيمي ركبت معه مرة، كنا في المؤتمر الوحيد اللي حضرته في عمري من أجل فلسطين بالقدس بالسيارة من القدس إلى الشام. ما كنت أبد أذكر بيتا من الشعر إلا ذكر القصيدة وسمى الشاعر يحفظ أشياء. فقلت له: أنت إيش تحفظ؟ تعجبت منه، قرأ علي بعض مقالات لي اللي كنت أنشرها في الرسالة. قلت: يا سيدي، فهمت، حفظت الشعر، لماذا تحفظ مقالاتي؟ قال: ما أتعمد حفظها، كل شيء يمر علي يثبت في ذاكرتي. عاد الشيخ الإبراهيمي إلى القاهرة وواصل نشاطه القائم على استقبال البعثات الطلابية والتعريف بالقضية الجزائرية. وما إن انتصفت سنة 1954 حتى وصل صديقه ونائبه على رئاسة الجمعية الشيخ العربي تبسي الذي حط بمطار القاهرة يوم 8 جويلية قاصداً الحج، وقد استقبله في المطار جمع من الأصدقاء والمعارف، منهم رئيس الجمعية الشيخ البشير الإبراهيمي والأستاذ الفضيل الورتلاني والأستاذ شاذلي المكي ممثل حزب الشعب والأستاذ أحمد توفيق المدني وجمع من أعضاء الجالية الجزائرية والبعثة الطلابية وبعض علماء الأزهر وغيرهم.